استطاع الشاب أحمد مشتهى من قطاع غزة أن يؤسس مدرسته الخاصة لتعليم فنون السيرك في مستودع صغير أسفل منزله. يطمح أحمد أن يكون هناك مسرح للسيرك في القطاع ليستطيع مع أعضاء فريقه تقديم عروضهم الترفيهية. في حي الشجاعية، أحد الأحياء الشعبية في مدينة غزة، مدرسة لتعلم فنون السيرك. أحمد هو مؤسس الفريق، حول مستودعا صغيرا أسفل منزله إلى مركز لتدريب أطفال الحي على ألعاب بهلوانية مختلفة. لا يمتلك فريقه كل أدوات السيرك للتعلم، فالاحتلال يعرقل دخولها. طموحنا احنا جيت بمكان صغير، بنطمح انه يكون عندنا مكان كبير، تكون متوفرة عندنا أدوات السيرك، لأنه في أدوات في قطاع غزة مش موجودة السيرك، نتمنى أن تكون موجودة عندنا في قطاع غزة، نشارك في مشاركات خارجية، دورات احترافية خارج البلد، نشارك بمهرجانات عالمية، طموحنا أن يكون عندنا خيمة سيرك زي دول العالم، وإن شاء الله الفترة الجاية بتكون عندنا إن شاء الله. بدأ الفريق بثلاثة أعضاء، لكنه اليوم يشمل 15 عضوا ويعمل على تدريب نحو 40 طفلا بشكل دوري. يتاح للفريق تقديم بعض العروض الترفيهية في مناسبات محلية مختلفة. بالنسبة للأطفال، لم يحضر أحد منهم عروض سيرك حقيقية. أنا مبسوط إنه في مدرسة سيرك في غزة، إنه يلعبون وكل شيء. أجيت أنا بلعب كلوبسات وبلعب طباب وبلعب رجل طويل وبلعب ترابيس. موح إنه يكون فريق سيرك غزة هيك عالي، ويكون له أدوات متوفرة، إنه لأنه إذا توفر الأدوات حيكبر السيرك والشيء هذا. الحصار الإسرائيلي وقيود السفر إلى القطاع تحول أيضا دون وصول وفود أجنبية اعتادت زيارة القطاع في فترات سابقة للمساعدة في تدريب الأطفال على ألعاب السيرك. ضغوط نفسية خلفتها الأوضاع المعيشية الصعبة، الأمر الذي جعل من هذه المبادرات الترفيهية أفكارا رائجة. ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة لهؤلاء الشباب تسويق مهاراتهم وتوسيع نشاطاتهم. صالح الناطورة، العربي، قطاع غزة. معنا من غزة أحمد مشتهى مؤسس السيرك، أهلا بك معنا. يعني لو تعطينا لمحة عن بداية الفكرة ثم التأسيس. أهلا وسهلا فيكم وبجميع المشاهدين. طبعا فكرة السيرك أتت عن طريق وفد أجنبي من مؤسسة جبل من بلجيكا عام 2011. عملوا تدريب المجموعة من الشباب في قطاع غزة على فنون السيرك. الهدف من هذه المجموعة إنشاء مدرسة السيرك من 2011 ل 2015، لكن 2011 دربنا تدريب وإجوا بعد هيك ب 2012، لكن الاحتلال بعد هيك منعهم من يخشوا قطاع غزة، لكن يعني تواصلنا إحنا وكملنا التدريبات حتى ننشئ هذه المدرسة. طيب، يعني ككل مشروع هناك دائما تحديات ومصاعب، كيف واجهتم هذه المصاعب خصوصا في ظل يعني قطاع محاصر من كل الجهات؟ في البداية كانت الأمور في الفريق صعبة جدا، قلة أدوات، ما فيش عندنا كانت أدوات، كنا نصنع أدوات في إيدينا حتى نكمل مشوار مدرسة السيرك. كان عندنا المكان، ما كانش عندنا مكان، مكان صغير كنا نتدرب فيه، وحتى في الأول في البداية كنت أتدرب في بيت لحالي لوحدي. بعد الاحتلال لما منع الفريق هذا إنه يدخل غزة، قعدنا نطور حالنا من نفسنا. يعني كنا ثلاث شباب، صفينا من الدورة كنا 15، صفينا ثلاث شباب. نعم. قعدنا نتدرب حالنا ونطور نفسنا في البيوت حتى انشأنا المدرسة هذه. طيب، يعني هل هناك إقبال من داخل القطاع على تعلم فنون السيرك؟ صحيح، السيرك عشان يعني فكرة السيرك بتعمل دعم نفسي للأطفال والناس من خلال العروض اللي بنقدمها للناس، بنعملهم تفريغ نفسي. هو الظروف اللي بنعيشها في قطاع غزة، الحصار والحروب هذه، بنعملهم تفريغ نفسي، فبتلاقي إقبال كبير على السيرك من الأطفال، حتى فتيات ممكن تتعلم الأمور هاي، أمور السيرك. طيب، ماذا يمكن أن تضيفه مدرسة فنون السيرك في قطاع غزة؟
فريق سر غزة أول شيء المدرسة بتقدم عدة احتياجات، بتقدم عدة عروض، تدريبات السيرك الهوائي، السيرك الأرضي، الجونجلير، الأكروبات والمهرجين والرجل الطويل، يعني كامل العروض موجودة في مدرسة سيرك غزة. أحمد مشتهى مؤسس السيرك، شكرا لك.